أطول الشجر فيطرح بعد حين أطيب الثمر. نحن اليوم في إعدادية الزهور للبنات لافتتاح معرضها الفني والمختبر العلمي في هذه المدرسة. نؤكد على أهمية هذه المعارض الفنية وعلى الاهتمام أيضا بمادة الفنية لما لها تأثير في تنمية القدرات العقلية والخيالية والابتكارية للطلاب، وبالتالي تخلق مجتمع مثقف واعي. كذلك هذه المختبرات العلمية تجعل الطلاب يتلقون المواد بطريقة عملية وتجعلها راسخة في الأذهان بصورة أكبر. نيابة عن السيد مدير عام تربية محافظة نينوى الأستاذ خالد الشاهين، تم زيارة إعدادية الزهور بمناسبة يوم النصر وافتتاح معرضها السنوي. حقيقة ما قدمه الطالبات من فعاليات أثبتت حبهم لهذا البلد ولنينوى خاصة. افتتحت اليوم مدرستنا معرضها السنوي الأول، وكذلك افتتاح المختبرات العلمية، وكذلك أقامت نشاطات فنية مع أداء رفعة العلم. كلفت من قبل الإشراف التربوي بإخراج فعالية أوبريت كل العراق، وقد أدت طالبات إعدادية الزهور لهذا اليوم فعالية تليق بمستوى الموصل من جميع محافظات العراق. افتتحنا المهرجان من أشغالي أنا مدرسة الفنية أنغام يوسف يعقوب، وهي عبارة عن لوحات تشكيلية رسمي واختصاصي أيضا وأشغال يدوية. وافتتحنا بعض المختبرات الكيمياء والأحياء والفيزياء، أيضا شاركوا معنا بعض الوسائل، أيضا بعض المدرسات، الكادر كله قام بهذا النشاط مساعدة جميع الكادر ومع مساعدة واحتفاليات ومهرجان وفعاليات الطالبات، وإن شاء الله ينول إعجاب الجميع.